بتاريخ 22 أكتوبر 1965 سيتصل المناضل الأممي المهدي بن بركة بشاب مغربي اسمه تهام الزموري، طالب شاب باحث في التاريخ بباريس، ليخبره بحاجته للقائه يوم 29 أكتوبر 1965 في الساعة الثالثة بعد الزوال. كان ذلك هو اللقاء الأخير بين الرجلين، والنظرة الأخيرة التي يرى فيها الطالب مختطفي المهدي بن بركة. فمن يكون هذا الطالب؟ وكيف أبلغ عن اختطاف المهدي بن بركة؟ وكيف سيرحل الطالب تهام الزموري في ظروف مأساوية؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. ولد التهامي الزموري بمدينة وزان، وفي أزقة دار الضمان التي كان يطوقها المحتل الغاشم الفرنسي ترعرع وشغب ككل الأطفال المغاربة الذين يزرعون تحت نير الاستعمار. التحق بالمدرسة الابتدائية وكان رائد زملائه، ثم سيلتحق بعد ذلك بالرباط ومنها إلى باريس لإتمام دراسته العليا في تخصص التاريخ. وبين العاصمتين يقول أحمد وهبي أحد المؤسسين الأوائل لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بوزان، سينشط التهامي الزموري في صفوف الحزب المعارض للنظام المخزني بعاصمة الأنوار. سينسج هذا الشاب القادم من مدينة وزان والتي ترقد في سفح جبل بهلال شمال المغرب علاقات واسعة ومع أسماء وازنة في عالم السياسة والأدب والثقافة، وسيستقطب له الأنظار وستوسع مداركه، وسوف ينتهي به الحال بمصاهرة فرنسا عندما اختار فرنسية والبعض يقولون نرويجية رفيقة دربه. بعد اختطاف الشهيد المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 كانت تهامي الزموري برفقته، ولم يكن يعلم بأن الأمر يتعلق بالشروع في وضع اللمسات الأخيرة على الجريمة النكراء. سيختفي هذا الشاب ليظهر بعد أيام وهو في حالة من الصفر ومن التمزق النفسي. مرت الأسابيع والشهور وهو على هذه الحالة بعدما أدلى بشهادته أمام المحكمة إلى أن زهقت روحه. عندما تم نقل جثمانه للدفن بمسقط رأسه وزان حوالي الساعة الواحدة والنصف، اجتمع حشد غفير من المواطنين متجمهرين قرب ساحة الوزكاني، جاءوا لتشجيع جثمان صديق المهدي بن بركة المسمى قيد حياته التهامي الزموري. سيكتب المؤرخ محمد زنيبر في أبريل سنة 1987 بمناسبة تنظيم أول أسبوع ثقافي لمدينة وزان: لقد كان الشاب الزموري نابغة عصره وكان سيكون معلمة من معالم وطنه، لكن صدمة اختطاف المهدي من بين يديه كان وقعها قويا على نفسيته. يكتب في شهادة بجريدة الاتحاد الاشتراكي. كتب الناقد إبراهيم السلامي في حق الفقيد: أما التهامي الزموري فهو الطالب الذي كان برفقة المهدي بن بركة عند اختطافه، وقد مات موتة مأساوية. لقد كان طالبا لامعا، وقد عرفني على الأديبة اللبنانية ليلى بعلبك صاحبة الرواية الشهيرة أنا أحيا، ولعل أبرز ما أثارني فيه وأفادني في الوقت ذاته هو إلمامه الواسع بالتاريخ الوطني والعالمي. دراستي للتاريخ كانت تقليدية، فنبهني إلى تأثير العوامل الأخرى كالاقتصاد والتجارة ودور الدول الكبرى، لأنه كان ملما بالدراسات والمناهج الغربية المتطورة. وفي شهادة أخرى للمخبر أحمد البخاري الضابط السابق في المخابرات المغربية التي تم بثها على قناة الجزيرة الأسبوع الأول من شهر غشت سنة 2001، حيث قال: استدار المهدي بن بركة نحو التهامي الزموري عندما كان الفرنسيان يطلبان منه الذهاب معهما ليتحدث معه، ويطلب منه أن يخبر الأشخاص الذين ضرب له موعدا في مقهل بتأجيل الموعد، ولكن التهامي الزموري عندما رأى تلك العملية أراد أن يصرخ أو يثير انتباه المرأة، فصرع الشرطيان المغربيان المكلفان بمتابعة بن بركة
وركض في اتجاه الزموري ودفعاه وبدأ يشتمه شتائم مفزعة وهما يتمتعان بأجسام ضخمة كانت نتف وشذرات من حياة حافلة بالحضور المتميز والاستثنائي لشاب ضاع فيه الوطن قبل أن تضيع فيه أسرته ومدينته. كان عبد الواحد الرازي أول من بلغه الخبر في المغرب خارج الرسميين في ذلك اليوم الرهيب عن اختطاف المهدي بن بركة، ففي مذكراته المغرب الذي عشت، ويضيف الكاتب الأسبق للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل الأسبق أيضا، اتصلت بنا عبر الهاتف البيت، وكنت أسكن وقتئذ في حي حسان في الرباط زوجة الدكتور عبد السلام تازي، والدكتور تازي كان من بين أبرز أطباء القلب ومن بين أساتذة هذا التخصص كلية الطب في الرباط. كان زوجته مواطنة نرويجية كما كانت زوجة هامي الوزاني نرويجية كذلك. كان آخر شخص في لحظتها مع المهدي بن بركة حينما تقدم إليه رجال أمن فرنسيين بزي مدني، وبالتالي كانت السيدتان النرويجيتان صديقتين كما كانت كل من أسرتي التازي والزموري صديقتين لي ولأسرتي الصغيرة، فكنا نعرف بعضنا البعض. كخلاصة للحديث، ففي عام 1971 وجدت هامي الزموري الذي كان مرافقا للمهدي لحظة اختطافه، وأعلم عائلته بالأمر معلقا بحبل داخل شقته البارزية، فسجلت وفاته انتحارا. بعد سنة انتحر الجنرال أفقير بخمس رصاصات أو قتل بعد فشل محاولته الانقلابية على الحسن الثاني. ثم تلاه رجال الشرطة الفرنسيين الأربع المشاركين في المغرب في العملية، وهم الذين اختاروا اللجوء بالمغرب قبل أن يسجنوا أولا ثم يقتلوا بعد أن صاروا عبئا على المضيفين. أما أحمد دليمي مدير الأمن الوطني وقت اختطاف بن بركة فمات في حادث سيارة بضواحي مدينة مراكش بداية الثمانينات القرن الماضي كما يقال، ليكتمل عقد اختفاء المشاركين الفعليين الذين وردت أسماؤهم في محاضر المحكمة التي عاشتها فرنسا على إثر الفضيحة التي عن مقتل المهدي بن بركة، واستمر 9 أشهر كاملة في شهر شتنبر من عام 1966. للموضوع بقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.